لوغ الجلسه لا زالت رائجه، النقاش حول ما تم تسريبه من بعض الصور التي كانت مضمنه بالخبره القضائيه الموجزه في هذا الملف. انا اسجل باسف ما تم تسريبه من صور، لان للضحايا عندهم الحق انهم يتمتعوا بديك السريه اللي منحتها لهم المحكمه في حمايه الاعراض ديالهم، ولا المتهم من حقه كذلك يستفد من السريه لانه لا زال بريئا الى ان تثبت ادانته. والدفاع لا ديال هذا الطرف او ذاك راهم تيدخلوا دابا في نقاشات اللي انا كنعتبرها مسيئه للسير العادي للمحاكمه العادله، لان كان المفروض اليوم نجيو باش نرافعوا في المطالب المدنيه وتعطى الكلمه فيما بعد لباقي الاطراف باش الملف يجهز ويتخذ فيه قرار اللي هو عنوان الحقيقه، بدلا اننا نبقى ونطولوا في هذه المحاكمه. انا كنعتبر هذه الاطاله مجانيه غير منتجه ومسيئه لمسار الدعوه العموميه، مسيئه لشروط المحاكمه العادله، مسيئه للمتهم بالدرجه الاولى لانه هو اللي راهن الاعتقال الاحتياطي. انا اسجل ذلك باسف. انا بعدا كنت كنتحفظ على انه يخرجوا صور او يتسرب، انا مضمون الخبره الخلاصه راها زعما غير مسيئه، لانك تقول فيديوهات غير مفبركه في مساله تقنيه غير مسيئه لاي كان، حيت راه مازال غناقشوا الفيديوهات، يعني هذاك راي تقني كنقولوا بان الفيديوهات مفبركه او غير مفبركه. كانت هذه المساله ديال نتيجه الخبره انها تنور الراي العام فيما يتعلق بعد ما يقال وبعد ما قيل في بعض الفنادق وفي بعض الملتقيات او ندوات صحفيه للاسف اللي ما كانش خصها الدار، ولكن قالوا انها مفبركه وتم تحدي القضاء بهذه المساله، تم تحدي النيابه العامه كخصم الشريف بهذه المساله، ودارت الخبره باش يقولوا بانها هي فيديوهات صحيحه، واخا، ولكن انهم يتهزوا تصاور لا ديال المتهم ولا ديال الضحايا ويتنشروا، هذه مساله خايبه. اللي سربها خصو يتحمل مسؤوليته، واللي نشرها خصو يتحمل مسؤوليته.